رأس المؤتمر الرفيق القائد صدام حسين حفظه الله ورعاه أمين سر قيادة قطر العراق، وبحضور الرفيق عزة إبراهيم نائب أمين سر القطر، والرفيق سمير عبد العزيز النجم عضو قيادة قطر العراق نائب أمين سر المكتب العسكري. وضم المؤتمر والرفاق أعضاء المكتب العسكري القدامى وأعضاء قيادات الفروع والقيادات العسكرية. وقد استهل الرفيق القائد حفظه الله ورعاه جلسة المؤتمر بكلمة تحدث فيها عن دور الرفاق العسكريين في ترسيخ الإطار المبدئي والسلوك القويم في خدمة الشعب والقوات المسلحة، ودعاهم إلى انتخاب مكتب عسكري جديد بخلاف ما جرى عليه العرف بتعيين أعضاء المكتب العسكري عدد من الرفاق وفق صيغة الديمقراطية الجديدة. وفي الختام تمنى سيادته رعاه الله للقيادة المنتخبة التوفيق والنجاح في أداء مهامها الجديدة، سائلا الله عز وجل أن يحفظ الجميع ويسدد خطاهم لما فيه خير شعبنا وأمتنا المجيدة.